عابد. تعبنا من هالرحلة، ما فهمت أنا ليش كل هالسرية. ظهري انكسر من القعدة بالبيكاب. ما جايين نطلب إيد بنت نخطبها، جايين ناخد راسين كبار. قال معلم ما لازم مخلوق يعرف بجيتنا. كنا قطعنا الحدود بجواز سفر مزور، ما حدا كان رح يعرف إنه إجينا. أنت بلغت شوي بالقصة هيرو. نحن مالنا مطعم باسطنبول. بس ما نكون عم نستنى بمحل غلط. وين تأخر الزلمة تبع عبد الحي؟ معلم المحل صح، الزلمة بعد شوي بيجي. بس كأنه جايين ناس تاني. اوعك تعلق معهم عابد، انتبه، ما بدنا نكشف حالنا. فكرة منيحة أخي. باسم شعبنا برحب فيكم. أهلين وسهلين. بس عفواً مين أنتو؟ ما عرفت من الروسيات اللي بإيدينا؟ رح ناخدكن على مكان تعملوا التحقيق الصحفي. أنتو من أي صحافة؟ نحن من سكان خبر تركيا. سكان خبر؟ إيه سكان خبر. يعني الإعلام بهالحالة رح يكون أقوى من رصاص. غلطان، رصاص دائما اقوى بكثير. بتحب انا فرجيك؟ اخي الحمد لله قررت اخيرا تدخل على السكت. لو داخل بصوت كانوا اكيد سمعوك للبصره. طيب شو اعمل؟ روح اعمل تحقيق صحفي حتى ما يحسوا علينا. اخي انا اسمي ميماتي، ما ممكن يصير حياتي، مضطر اعطي اسمي حقه. تعال يا معلم. انتو شو عملتوا هلا؟ لا بتضل لا بشبرقة ولا منظمة الا ورحت لحقنا. خلينا نروح بسرعة. يلا عابد. اخي تعرف مين هذا الزلمة؟ اكيد زلمة عبد الحي. يعني المعلم معه خبر؟ بيكون عبد الحي حكاله كل شيء. يلا اطلع امشي. خبر؟ هنن بالمدينة، ما بدهم منا نتواصل معهم حتى يجي منهم خبر. طلع معنا وقت يا عابد أفندي، ليش استعجلت وقوصت عليهم؟ كنا عملنا التحقيق الصحفي.